إذا متابعينا الكرام، نعود مجددا لنقاش موضوع التبندير، لكن من باب آخر ومن شق آخر متعلق بقوة المخابرات المغربية. وهنا نتحدث عن الاستخبارات المغربية الخارجية التي استطاعت في وقت وجيز أن توفر المعلومات الدقيقة عن المنفذين الرئيسيين لعملية السمارة الإرهابية من مرتزقات البوليزاريو، وتمت تصفيتهم في أقل من شهر على تنفيذ هذه العملية الإرهابية. أقل من شهر متابعينا الكرام تم تصفية المسؤول الأول عن هذه العملية الإرهابية والمنفذين والعناصر الآخرين، بل تم تصفية ما يسمى بقائد الناحية السادسة في مرتزقة البوليزاريو للمرة الثانية في وقت وجيز كذلك. هذه المسائل بطبيعة الحال كتبين مدى قدرات الاستخبارات المغربية الخارجية في توفير هذه المعلومات الدقيقة بطبيعة الحال لصالح القوات المسلحة الملكية المغربية التي تتعامل وفق الإجراءات ديالها ووفق بطبيعة الحال الآليات الجاري بها العمل. وهنا نتحدث عن الطائرات المسيرة المغربية التي تستهدف هذه المجموعات ديال مرتزقات البوليزاريو. لكن خلوني نركز هنا متابعينا الكرام عن قدرة المخابرات المغربية على الوصول إلى المعلومات الدقيقة والتفاصيل الدقيقة عن هؤلاء الإرهابيين ديال مرتزقات البوليزاريو. فنحن نتحدث ليس فقط عن مقتل قائد ما يسمى بالناحية السادسة للمرة الثانية خلال ظرف وجيز، وإنما المسؤول الأول عن تنفيذ هذه العملية الإرهابية في مدينة السمارة، وكل من شارك معه قتل كذلك قبل يومين. وهذه المسألة مهمة جدا متابعينا الكرام، وكتعطينا فكرة واضحة جدا عن قدرات الاستخبارات المغربية في توفير هذا النوع من المعلومات. فالمسألة الأخرى والضربة الأخرى اللي تكلمنا عليها بطبيعة الحال، وهو أنه كانت حدث عن هلاك وإقبار واصطياد ما يسمى بقائد الناحية السادسة في مرتزقة البوليزاريو الذي قتل وتبندر في 1 سبتمبر، وقبل يومين كتبندر الخليفة دياله الذي تم تعيينه في مكانه. واش كتعرفوا هذا النوع من الضربات راه ماشي سهلة، ماشي سهل انك توفر المعلومات ديال شكون جا بلاصة هاد قائد الناحية السادسة وتقوم بتصفيته خلال ظرف وجيز. هذا مات في 1 سبتمبر، وهذا مات في قبل يومين تم تصفيته هو الاخر اللي هو الخليفة ديال هذاك بعلي حمودي اللي كنا قصدناه في 1 سبتمبر. الان يتم تصفية هذا اللي جا بلاصة ديالو، وهذه ليست المرة الاولى اللي كتوقع، ليست المرة الاولى اللي كتوقع. راه ما يسمى بقيادة الدرك في مرتزقات البوليزاريو، وعلى إثره جاء هذا الاسم ديال التبندير. تتذكرون في 2021 فاش بدا التبندير، وحينما بني هذا الاسم بني على الده البندير، قائد ما يسمى بالدرك ديال مرتزقات البوليزاريو اللي تم اصطياده وبندرته وخرجنا منه هذا الاسم. جابوا واحد بلاصتو تبندر، وجابوا الثالث بلاصتو وتبندر. يعني تبندر القائد الاول ديال الدارك، القائد الثاني ديال الدارك، القائد الثالث ديال الدارك، ثلاثه. هادشي قلت لكم ماشي المره الاولى اللي كتوقع. وهنا كنتحدثوا بطبيعه الحال على اهميه الاستخبارات والمعلومات الاستخباراتيه، لانها كترصد الاسماء ديال هاد القياديين الميدانيين ديال مرتزقات البوليزاريو والتحركات ديالهم والمعلومات على 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 الطرقات اللي كيستخدموها. طبيعة الحال كنتحدثوا هنا على شمال موريتانيا اللي كيدخلوا ليها باش يحاولوا على انهم يقربوا المنطقه العازله ويقوموا بالعمليه الارهابيه ديالهم، وكنتحدثوا كذلك على جميع المعطيات، توفير جميع المعطيات التي تكون متاحه رهن اشاره القوات المسلحه الملكيه المغربيه اللي بدورها كتستخدم هذه المعطيات باش تمشي وتقصد المكان اللي كاين فيه هذه المجموعات، سواء في شمال موريتانيا سواء اللي كيحاولوا يدخلوا المنطقة العازلة، يعني داخل المنطقة العازلة، وبالتالي يتم اصطيادهم بكل سهولة. وهذه هي الأهمية متابعينا الكرام ديال الاستخبارات العسكرية والاستخبارات المغربية القوية المعروفة بطبيعة الحال بقدراتها الكبيرة والمشهود لها دوليا وعلى المستوى الدولي والأممي. متابعينا الكرام أراكم في فيديو قادم.